قبل ما ندخل نروح لهذه المداخلة، سواريش ماشي من النادي الأهلي، غالبا ماشي. النادي الأهلي ألمح لسواريش إنه مش هيكمل الموسم، والنادي الأهلي فعليا وحرفيا بدأ يبص في سيفيهات مدربين. قدام النادي الأهلي في 12 سي في لمدربين عالميين، ادهولهم وكلاء اللاعبين، ادهم لمجلس الإدارة عشان يبصوا في أحدهم. كارلوس كيروش يبقى في الصورة، النادي الأهلي مستني وجوده في القاهرة مطلع الأسبوع القادم عشان يتكلم معاه. كارلوس كيروش في الصورة. سواريش مكمل بنسبة 99%، مش مكمل، ما بحبش أقول 100% إلا لما يبقى خبر رسمي من النادي الأهلي، ولكن بنسبة 99% سواريش مش هيكمل مع النادي الأهلي. حسيته النهاردة كمان في المؤتمر اللي بين السطور، الكلام اللي بين السطور بيقول إنه مش مكمل. هقول لكم ليه بين السطور بيقول انه مش مكمل، بس نروح لتصريحاته النهارده في المؤتمر الصحفي بعد مباراه طلائع الجيش ونرجع نعلق على كلامه. جوغ مينت سبتاغ مباراه طبعا زمان شفته كانت متوازنه جدا، يعني ليهم الحق كومتيم زونيخ طبعا حصل من عندنا خطا يو جالون جوك كي مركز جول غانياب. والمباراه بتاعت النهارده هي المباراه اللي سجل فيها هدف هو اللي ديفو فالوريزالو ترافال دو جوفنش. لابد ان انا اقدر العمل بتاع اللاعبين اللي سنهم صغير لايكيبا تودا من الفريق كله ترابليو مويت اشتغلوا كتير جدا مش باريسم فوي ان جوغ فراكو دو بارت ا بارت، بس كان باين ان هي مباراه ضعيفه من جزء لجزء. بينسو كو جوغ هوج نو فوي بون نين دو ما ايكيبا نين دوترا، يعني المباراه النهارده ما كانتش كويسه لا للفريق ولا حتى للخصم. دار لوس بارابينس او نوس ادفرساري بورك ماركو ان جول اي نوس نو ماركاموش. طبعا حي الخصم بتاعنا ان هم سجلوا هدف واحنا ما سجلناش. نعم نوش نوش تامز ترافيلار جوفنش، احنا بنشتغل مع اللاعبين الصغيرين ا بريبارار جوفنش بيرو فوتورو، بنجهزهم للمستقبل. اي ديفيسيل بارا يلش كونسيغير فازير ان جوغ ميور دو كيست، صعب ان احنا نتوقع او ان هم يقدموا مباراه احسن من المباراه اللي قدوها. Porque são muitos jogos seguidos, muitos jogadores jovens. Mas é neste contexto que eles crescem, é neste contexto que eles evoluem. Como reparou, como reparou, a pergunta não é uma pergunta com lógica. Eu já respondi. No último jogo, o Luís não jogou. Eu tenho estes jogadores à minha disposição. E estes, mediante a minha análise, eu coloco a jogar os melhores. É simples. E os melhores são aqueles que estão mais disponíveis para cada jogo. O jovem, se jogar 3, 4 jogos seguidos, depois, se ele se lesionar, vou ver qual é a pergunta que tu me vais fazer. E depois vou ver que perguntas é que vocês vão fazer. Se eu puser em causa estes rapazes, estes jovens que estão agora a iniciar a sua reta final de formação. Nós temos dados científicos. Nós temos o GPS. Nós trabalhamos com tecnologia. E há jogadores que estão no vermelho. Eu não queria falar muito sobre isso. Mas tudo o que aconteceu ao Ali, eu quando cheguei disse, antes de acontecer, o que é que ia acontecer. Porque nós trabalhamos em condições. Agora, se vocês não veem isso, porque depois das coisas acontecer, todos nós sabemos o que aconteceu. Mas eu falei isso antes, quando cheguei. Porque nós trabalhamos com método e com conhecimento. Uns vão entender, outros não vão entender. Uma coisa eu sei,
Estou triste pelos nossos adeptos. Porque nós queremos fazer melhor. E temos a obrigação de fazer melhor todos. يعني بص انا متعاطف معاه، انا متعاطف حقيقي مع سوارش عشان هو فعلا بيشتغل في ظروف صعبه جدا جدا، بس بصراحه شديده هو ما تعاملش مع الظروف الصعبه جدا دي باي شيء جيد. يعني ايه؟ يعني هو لو في ظروف طبيعيه كان ممكن ينجح، الله اعلم. هو بيلعب في ظروف صعبه، الظروف الصعبه دي بقى اتعامل معاها ازاي؟ ما تعاملش معاها. والفكره انه لو الراجل ده كان كمل الموسم اللي جاي هيواجه ظروف صعبه تاني، هيواجه ضغط مباريات مره اخرى، هيلاقي اصابات، هيلاقي غيابات. انت بما انك بتدرب اهلي، بتدرب زمالك، بتدرب فريق كبير، هتواجه صعوبات 100%. وان كان يعني صعوبات الاهلي والزمالك لاي مدرب يعني مش زي صعوبات الانديه الاخرى، انت بتلعب بتدرب الاهلي والزمالك في كل الاحوال بكل الامكانيات العظيمه دي والجماهيريه الكبيره، بس هو مستسلم دايما للصعوبات. والمح ان هو ما كانش عاجبه فكره انه الشباب يلعبوا دلوقتي، قال انه الشباب يعني الفرصه دي مش هي الفرصه العظيمه بالنسبه لهم، ومش المفروض كانوا يلعبوا كلهم فجاه كده ولسه جايين من فتره راحه وخلافه. المح بده، بس حتى الاوراق اللي معاك انت ما طورتش واحد فيهم، يعني ما شفناش واحد المباراه الثانيه لعبها زي المباراه الاولانيه، فدي برضو مشكله عنده. هو يعني كلها ايام مش هيبقى موجود، ومش هيبقى موجود. وانا مره اخرى بكرر انه لو رحل سوارش عن النادي الاهلي، وده الاقرب زي ما قلت لكم بنسبه 99%، لو راح سوارش عن النادي الاهلي فمش هنقول رحل المدرب الذي فشل مع النادي الاهلي، هنقول للمدرب الذي لم يوفق مع النادي الاهلي. الفشل او النجاح تقييمه لازم يتحط في ظروف طبيعيه، لكن ما كانش موفق، دي الحقيقه الواضحه للجميع، والاهلي يبحث عن مدرب اخر في هذه الاثناء.